السلام عليكم خوتي، اش غنقول لكم؟ انا كنت مجوجة ومهم تفارقت انا وراجلي، طلقنا ومن دعاني راجلي، مهم ماشي من دعاني، من دعيت راجلي انا اللي دعيته على الخيانة الزوجية والتزوير. فاش دعيته صافي تشد في الحبس، تحكم بربع شهور، ومن الحبس دعاني على الطلاق. حيت هو كان تزوج واحد المرأة بالتزوير وهي عارفه مجوج، هو فقد تزوج به. فاش دعيتهم هو تابعته المحكمة، وهي انا ما تابعتهاش هي، حيت كان عندها الحبس والغرامة، بقيت تابعت غير راجلي. هي راه عارفه مزوج، راه اعترفت فيها، زورها فمشى للصويره فين تزوج هو، كي تيدير التزوير وانا ما كنتش عارفه. حتى فاش خداني انا راه زور العقد ديالنا، ومن بعد تاني مشى تزوج بهادي. هادي جابها عندها بنتها، ماشي بنته، كيصرف عليها ولدو ما تيصرفش عليه وناكرو. فاش انا مشيت دعيتو على حقي ودافعت على حقوقي، بقى فيه الحال. ومن ديك الوقت هو كيصيفط ليا، كيصيفط ليا واحد صاحبو كان معاه في الحبس، وكان كيجي عندو للدار، كان كيبيع معاه، واحد المجرم كان هو كيدوز معاه الحبس، وداكشي كان كيتشد معاه، وكان صاحبو من الصغر، هما لاج واحد، شي 40 عام عندهم لاج واحد، وصحاب من بكري. وهذا من يعرفو خدام معايا في واحد لوزين كنت خدامه فيه، من يعرفو خدام معايا ولا كيحرشوا عليا. خرج عليا من خدمتي واحد النهار، تلقى ليا وضربني، جات لابيلانس هزاتني، ومشيت وتابعته ودعيته وتحكم بشهرين، وداز عاوتاني ليا. وهذا الشيء من 2019، راه من 2019 وانا كنعاني من هاد الطالق، ما بغاش يعطيني التسع، وكيصيفط ليا هاد صاحبه، ودرت الشكايات عايشه في الرعب وفي الخوف. انا وولدي، هو تيقول هاد الولد ماشي ولدي، وتيقول عليا انا شي هضره خايبه، راه طلقتها، راه ما بغيتهاش، راه دايره، راه كاع الناس كيتزوجوا ويطلقوا، كل واحد كيشد تيقارو، ماشي انت غير انا دعيتك وهضرت على حقي باش تعطيني الحقوق ديالي، علاه انت غير ما بغيتينيش صافي تلوحني انا وهاد الولد؟ وعندو كون غير ما عندوش، يعني راه ميسور، راه عنده يعطيني حق الولد، حتى انا ما فحاليش، يعني يعطيني حقي وحق ولدي. عطاته ليا المحكمه، خاصو يعطيه ليا، ماشي هو بقى فيه الحال من على دوك فلوس الطلاق، وبقى فيه الحال على الدعوه اللي دعيتو على التزوير، ولا كيحرش عليا هاد الشمكار، ديما كيتعرض ليا وكيقول صاحبتي. راه غير في كورونا في رمضان راه جابوا ليا حتى للدار بالموطور، حيت كان جا هاد الشمكار بغى يتعدى عليا ويضربني، وجاو الدراري ولاد الدرب تجمعوا وقالوا لي اش بغيتي عند هاد المراه، راه درويشه، عطيها التسع. قال لهم هذيك راه صاحبتي، ناضو بغى يضربوه، قال لي بيني وبينها الحساب، قالوا لي بينك مع الحساب نعيطوا للبوليس. ناضو اش دار هو؟ هز بيكالته مشي يجري عند الطالق، قال لي راه جيت بنت عدى عليها وراه جاو ليا الدراري. هو جابت ولدي جا كيجري عند الدراري، قال لهم علاش فكيتو هادي؟ راه صاحبها، خلوه منو ليها. هكا قدام الناس بقاو غير كيشوفوا. صافي هو يزيد بالموطور وخلاه ليا تما، كيعاير فيا ويسب فيا، مشى. ومن داك الوقت انا كنعاني، حتى لذاك النهار السبت، هاد السبت اللي فات، دايز انا ولدي وتلقى ليا شبع فيا معيور، انا راه غنقتلك وغادي يمشي عليك الحبس، وغنقول صاحبتي، انا راه غنقول لهم انت يا صاحبتي راه نقتلك وندير عليك اي حاجه، وغنقول لهم صاحبتك. انا قال لي كنجي هنا غير باش نشوهك ونمرضك ونقول لهم صاحبتي. هذا انا وليت خايفه منه، علاش؟ حيت انا مني تيقول هو صاحبتي يعني جاي مشجع، راه يعني واش بات ولدي، يعني هذا الشيء راه باين، هذا الشيء يعني ما يمكنش واحد يجي ويزعم. راه نهار السبت جا ومنين عايرني مشى، واحد شويه رجع الدري كان كيلعب في الزنقه، تلقى ليه شنق عليه هكا، قال لي فين هي امك؟ سير كلم لي امك. هو يعطيه التصرفيق، ها هو الوليد يعاودها لكم، ها الكاميرا راه كاينه اللي شاده، شد في الولد وصرفقه، قال لي سير كلم لي امك. وجا الدري مخلوع كيجري عندي، جديت في ولدي، قلت لي مالك ولدي؟ قال لي راه هذاك اللي تلقى لينا قبيله وعايرنا وهددنا، راه جا ماما ضربني، وقيتو صفر في مو زرق الدري، كان غيموت بالخلعه. ملي جا لعندي انا تنهضر مع الوليد، غدا في الدرب هو يجي هو بالبيكالا ويقول ايه، وحنا درنا هكا. هو يجبد القرعه ديال الدجاج من هنا، من تحت التريكو ديالو جبدها هو يشير بها، دازت ليا فوق راسي، شويه كانت غتجي ليا فوجي وغتقتلني، شويه لو كان ماشي حفظني الله سبحانه وتعالى. عرفتي جات هكا نيشان، دازت نيت على واحد الراجل كيصايب طوموبيلته تما، قال لي كانت انا دازت ليا فوق راسي، وطحت حدا واحد البنيه عندها عامين تقريبا، يلاه كتمشى، طحت حداها القرعه الدجاج، والطرفه الدجاج تلاحوا راه ضربتها في رجلها، راه رجلها دابا خامجه ليها من الفوق، حيت قاست هذوك الطرفه الدجاج قاسوها. ما فكرش في هذوك الدراري اللي دايرين حدايا تما كيلعبوا، جاو شيرها. هادي عداوه وتصفيه حساب على قبل النفقه، ما تيبيش يخلصها ليا الراجل، وحتى ملي كيخلص
ملي كندعي على النفقه وعلى قبل دوك الطلاق، ملي دعيتو على التزوير ودعيتو على الحقوق ديالي كأي مرأة، راه عندي الحق بحالي بحال الناس، يعني دعيتو على حقوقي صافي بقى فيه الحال. حيت هو قال لي طلقي راسك بوحدك، انا ما بغيتش نطلق راسي بوحدي، حيت انا عندي الولد، عندي مسؤوليه، خصو يقرا، خصو الكرا، خصني نصرف عليه، ماشي ديال راسي انا باش نطلق راسي نسمح في حقوقي. وانا كون عرفت غير طرا لي نيت هذا الشيء، وكون سمحت نيت في كل شيء ونعيش هانيه انا وولدي. هذه عصابه انا ما قداش عليهم. هذا الشيء طرا نهار السبت والكاميرا شاده، ومشيت عند مول الكاميرا وزوقت فيه، قلت الله يجازيك بخير اخويا عطيني هذاك الفيديو، راني تعدى عليه شفته بعينكم. قال لي شفنا، والبنت شكون اللي كانت غتجي فيك الجاجة والقرعه، وكانت كان غتقتلك، والبنت الصغيره اللي كانت حداك راه طاح حدا طرف ديال الجاج. قال لي يجيو البوليس وياخذوا الفيديو نعطيه لهم. قلت له عطيه، ما بغاش يعطيه. قال لي يجيو البوليس، وجيت انا عند البوليس عمروا لي محضر، هادشي نهار السبت بالنهار مع جوج النهار، جيت في حالي، ما قالوا لي والو، صافي عمروا لي محضر، صافي جيت في حالي. انا خويا تنطالب ياخذوا لي حقي، حيت نهار الحد راه رجع ليا في جوج الليل، هادشي طرا السبت والحد جا ليا في جوج الليل. انا 7 سنين وانا ساكنه في ديك الدار، ما عمر شي حد شاف فيا العيب اخويا. انا 7 سنين خدامه على ولدي، جرايه على ولدي، ما كانت عدا لها حد ندخل بكري، ما فياش العيب. راه جيراني سولهم، جا كيخبط في الباب في جوج الليل وهز البريكولياجور وكيلوح وكيقول لي سيري اللي طلقك الراجل وما فيك نفع، سيري اللي طلقك الراجل ونصبتي على الراجل وديتي ليه فلوس الطلاق، ونصبتي عليه وكتدي ليه فلوس الطلاق ونصبتي، وراه عاود ليا راجلك كلشي، وراه جالس معايا في القهوه وعاود ليا كلشي، راه نقتلك وغنقول لهم صاحبتي. هاد الكلمه بعدا ديال صاحبتي خصها تحيد، علاش؟ حيت حامل بنت مشات ضحيه على هاد صاحبتي، اللي ناض قتل شي وحده يقول صاحبتي، اللي ناض ضرب شي وحده يقول صاحبتي، وراه هاد القضيه ديال صاحبتي خصها تحيد، علاش؟ اللي قال صاحبتي خص يعطوه يدوبلو ليه العقوبه، باش ما يبقاش شي واحد يتعدى على شي بنت الناس ويقول لهم ايوا راه صاحبتي. هادشي اللي كيدعي هو، ونمشي عند المخزن يقول لي ايوا راه صاحبتي، ورا انا الاله من عار، وانا ما خديتوش ليا حقي، والكاميرات كاينين، وانا جريت وعيت بالشكايات، طلعت عند الوكيل، مشيت درت به الشكايه بعدا في 2019، درتها به عند الوكيل العام هنا في اكادير، درتها انا عند الوكاله ديال زكان، وطلعت وهبط وعييت اخويا بالشكايات. واش انا نقابل غير هاد الشكايات والعصابات؟ وانا راه بغيت شي حل، بغيت انا المسؤولين الكبار والصغار، وبغيت سيدنا الله ينصرو، والله يجعل ربي شافيه، والله يجعل ربي يخلي ليه وليداتو ومالكنا العزيز، وكنبغيه وبغيته يوقف معايا، الله يجازيه بخير، والله يشافيه يا رب، يعاونني ويدخل ليا في القضيه ديالي. انا ما بقى عندي حتى شي واحد الا الله، وانتم الله يجازيكم بخير. انا راه يقدر يقتلني ويجلس ويقول صاحبتي، هذا الشيء هما كيقولوه، وانا اللي وقعت ليا شي حاجه. صفر ستة صفر ستة 49 68 23 صفر ستة صفر ستة 49 68 23 أنا الله يجازيكم بخير، بغيت شي حل، الله يجازيكم بخير. حيت باقي كنت بغيت نقول شي حاجة أخرى، صافي حبستي.